تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صباح الخير وصبحكم الله بالنور والعافية وصباح التفاؤل وصباح الإيجابية وصباح الصحة والسعادة. ويومكم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم دائما مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وقبل لا نبدأ استعراض فقرات برامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، أحب أني أرحب دائما بفريق العمل المبدع معايا، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، وفي الإخراج دائما مخرجنا المتألق الأستاذ وائل قواسمة. وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة، ومن خلال برنامج صحة وسعادة دائما أرحب باتصالاتكم معنا ومشاركاتكم على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم وفقرة الأخبار المحلية والعالمية. اليوم عندنا خبر تحت عنوان المبالغة في مشاهدة التلفزيون في منتصف العمر أحد أسباب تدهور المخ. وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وبتكون معنا زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أما خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم عندنا تحت عنوان خدمات مركز الثلاسيميا في هيئة الصحة بدبي، وبيكون معايا عبر الهاتف الدكتورة بشرة محمد، طبيب أخصائي أول بهيئة الصحة بدبي، للحديث عن مركز الثلاسيميا في هيئة الصحة بدبي والخدمات اللي يقدمها هذا المركز والتجهيزات التقنية والحديثة المتوفرة في مركز الثلاسيميا في دبي وعدد المستفيدين أيضا من هاي الخدمة والفئات العمرية. وأيضا بنتحدث مع الدكتورة بشرة عن الإنجازات اللي تم تحقيقها أيضا في مركز الثلاسيميا في هيئة الصحة بدبي وبعض النصائح الخاصة حول هذا الموضوع لأفراد المجتمع للوقاية من مرض الثلاسيميا وأهمية الفحص الطبي أيضا قبل الزواج. أما عن خدمات هيئة الصحة بدبي مستمعينا الأعزاء، اليوم عندنا عنوان الفقرة الصحة النفسية للمرأة، وبتكون معايا اليوم أيضا عبر الهاتف الدكتورة كارولين نصار، المعالجة النفسية بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، وبنتحدث معها عن الخدمات اللي يقدمها مستشفى لطيفة الجانب النفسي وأيضا التحديات التي تواجهها المرأة الحامل والأمهات في الوقت الراهن. فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ودائما أرحب بتواصلكم مع الضيوف على الأرقام 600551414 وعلى الرقم وعلى الرقم 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. وننتقل مستمعين الأعزاء وياكم لفقرتنا، فقرة مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور شروخ وعبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذا عثر الصيف. الله يصبحك إن شاء الله بالخير والعافية. أختي أسماء، شو عندنا اليوم مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي؟
ناخذ طالبين جولة في قنوات التواصل الاجتماعي، ومن ضمن الأشياء اليوم راح نقرأ مجموعة من التغريدات اللي وصلتنا من الجمهور. يقول أحد الأشخاص اللي موجود كان يتكلم عن مرض تم الإصابة بالهرمونات للفائدة العامة، كان يتكلم أنه مش الأشخاص اللي يسوون فحوصات دورية لهرمونات الغدة بعد استئصال جسم منها، وهذا اللي معرفته على قدرة المتبقي من الجسم للتعويض. صح التغريدة كانت تتكلم عن شكر خاص لإحدى الأطباء المواطنات الموجودين فيها لصحة الدبي واهتمامها بالمريض، ولكن المعنى من مجموعة التغريدات اللي قالها عن وذكر أهمية الفحص الدوري والتحاليل الدورية، فهنا على كما ذكر فهناك من الأمراض الصامتة. فهاي تغريدة جدا مهمة، الأشخاص يجب عليهم معرفة أن هناك مجموعة من الأمراض اللي لازم يسويها فحص مبكر، وأيضا الأشخاص اللي يسوون إجراءات لبعض العمليات وفيها متابعات، صح حتى لو نجحت العملية لكن المتابعات جدا مهمة. في بعض الأشخاص يهملون المتابعات لكن بعدين يمكن يرجع المرض أو يطلع فيه مشاكل صحية ثانية مو مرتبطة بالعملية ولكن مرتبطة بالمرض نفسه. فدائما دائما ننصح الجميع، وهي تغريدة صراحة يعني لفتت انتباهنا لموضوع وحبينا نذكره في الإذاعة، أن وايد مهم الأشخاص الفحص الدوري، وهي خدمة أيضا موجودة في الصحة. يعني واحد فحص الدوري يعني هناك أحد الأشخاص تقول شافت وحدة تسوي فحوصات دورية من الدم في أحد مراكز الرعاية الصحية، لما راحت سوت اكتشفت عندها مرض في الغدة، وهي ما تدري لأن الأعراض ما كانت هي ما كانت منتبهة للأعراض. فالفحص الدوري جدا مهم، ونحن نشجع الجميع على القيام بالفحص الدوري. مراكز الرعاية الصحية الأولية كلها تقدم، ممكن أيضا أخذ خدمة الفحص الدوري من خلال طبيب لك المواطن، أخذ موعد، مو بشرط نحن نتواصل مع الطبيب إذا نحن مرضى، لكن حتى الإنسان الصاحي لازم يسوي بشكل سنوي فحص مجموعة من فحوصات الدم، يتواصل مع طبيب لك المواطن من خلال تطبيق هيئة الصحة بالذي، يشوف الدكتور أونلاين، يتواصل معه، يطلب منه دكتور أبغى أسوي الفحص الدوري للدم، يوصف له الدكتور مجموعة من التحاليل حسب العمر، عمر الشخص وحسب تاريخه المرضي، يسوي له مجموعة من الفحوصات، بس اللي يحتاجه يسير المركز يدخل المختبر يسوي الفحص، وأيضا نتائج الفحوصات كلها راح تكون عنده موجودة في الأبليكيشن. تقريبا يعني كل شيء يقدر يسوي أونلاين حتى هو قاعد في البيت، فالخدمة متوفرة. نشجع الجميع أن يستخدموا خدمة طبيب لك المواطن أو الذهاب إلى المركز إذا هم كانوا حابين يتواصلون مع الدكتور بشكل مباشر، ولكن من خلال أخذ موعد مسبق، لأن جميع خدمات هيئة الصحة من خلال المواعيد المسبقة. أيضا نفس الموضوع حق يسوون العمليات إنه يتابعونها. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، بعض الأشخاص يسألون مجموعة من الأسئلة والأشياء، ولكن هناك خبر جدا جميل إنه في دبي 21 طفلا تم علاجهم وشفائهم بالخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري. هيئة الصحة تقريبا عندها مركز من أكثر من 12 سنة مختص بدم الحبل السري، وممكن جميع الأشخاص يعني مثل الأمهات قبل الولادة يروحون يسجلون ويحفظون هذا الدم احتياطا، ممكن يحتاجون أبنائهم في المستقبل، وممكن علاج الكثير من الأمراض من خلال خلايا دم الحبل السري. تقريبا هالأشياء الأساسية اللي كانت في قناة التواصل حبينا نسوي عليها هايلايت في الإذاعة، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. أتمنى لك الصحة والسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك على مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي بهيئة الصحة بدبي. وأيضا مستمعينا الأعزاء، نحب نذكركم بمبادرة هيئة الصحة بدبي اللي أطلقتها مؤخرا تحت عنوان حصاد الإبداع. هيئة الصحة بدبي ترغب منكم جميعا متابعين هيئة الصحة، أو عفوا متعاملين هيئة الصحة بدبي، مشاركة أفكاركم ومبادراتكم واقتراحاتكم
أسئلتكم عبر الرابط الإلكتروني e-suggest.dubai.gov.ae، وأيضا بيتم تكريم أصحاب الاقتراحات المجدية والأفكار الإبداعية. وآخر موعد لاستلام الأفكار هو هذا الشهر تاريخ 30 يونيو 2021. بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء، حديثنا بيكون اليوم مع الدكتورة بشرة محمد جار الله الفجير، طبيب أخصائي دم أطفال بهيئة الصحة بدبي، للحديث عن أحد المراكز الرائدة المتميزة بهيئة الصحة بدبي المتخصصة في مرض الثلاسيميا. بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وأيضا عبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-55-1414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى خدمات مركز الثلاسيميا مستمعينا الأعزاء، ويعتبر هذا المركز التابع لهيئة الصحة بدبي من المراكز التخصصية التي تقدم خدماتها المتميزة للمرضى من خلال كوادر طبية متخصصة، وأيضا ضمن بيئة مثالية للعلاج والاستشفاء. يشرفني أن تكون معي اليوم عبر الهاتف الدكتورة بشرة محمد، طبيب أخصائي بهيئة الصحة بدبي، وأيضا طبيب أخصائي أمراض الدم. دكتورة بشرة، صبحت الله بالخير والعافية. بتكون معنا مستمعينا الأعزاء الدكتورة بشرة محمد جار الله، طبيب أخصائي أمراض الدم للأطفال بهيئة الصحة بدبي في مركز الثلاسيميا بهيئة الصحة بدبي، للحديث عن هذا المركز المتخصص اللي يقدم خدماته للمرضى من خلال كوادر طبية، وأيضا يعني بعض التخصصات التي تشمل أمراض الدم سواء الثلاسيميا أو أيضا بعض أمراض الدم الأخرى مثل الأنيميا المنجلية. وبنتعرف أكثر على خدمات هذا المركز وكيفية طريقة العلاج. بنتعرف مع الدكتورة أيضا البرنامج العلاجي المتكامل اللي يقدمه مركز الثلاسيميا، وأيضا من خلال وجود الدكتورة بشرة معنا بنتحدث عن أهمية فحص الزواج وفحص بعض الفحوصات ما قبل الزواج، أهميتها وكيف يتم أيضا يعني عمل مثل هاي الفحوصات للمقبلين على الزواج. وبنتحدث أيضا هناك الكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الحالية لمركز الثلاسيميا. معنا مستمعين الأعزاء عبر الهاتف الدكتورة بشرة محمد جار الله. دكتورة صباح الخير. صباح النور. الله يحييك دكتورة بشرة، سعيدين جدا وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة للحديث الحقيقة عن مركز الثلاسيميا، أحد المراكز التخصصية الرائدة بهيئة الصحة بدبي. في البداية دكتورة تعطينا فكرة عامة عن هذا المركز وعن الخدمات اللي يقدمها مركز دبي للثلاسيميا. شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله أن المجتمع يستفيد اليوم من المعلومات اللي بنطرحها عن الثلاسيميا أو المركز نفسه. بالنسبة لمركز الثلاسيميا، مثل ما ذكرت هو من المراكز المتخصصة عندنا في هيئة صحة دبي. تم افتتاحها في سنة 1995، وهو يشمل الحالات المصابة بمرض الثلاسيميا وفقد الدم المنجلي. بالنسبة للخدمات المتوفرة عندنا في المركز، عندنا وحدة الرعاية النهارية اللي هي يجي المريض عشان موضوع عملية نقل الدم المستمر خاصة لمرضى الثلاسيميا العظمى، وعندنا أيضا مجموعة من العيادات الخارجية تقريبا 7 عيادات اللي هي تهتم بالمرضى المصابين بأمراض الدم سواء الثلاسيميا الوسطى أو الأنيميا المنجلية اللي ما يحتاجون نقل دم مستمر، وأيضا المرضى اللي نتابعهم من بعد زراعة نخاع العظام،
وأيضا عندنا عيادات الاستشارات الوراثية اللي ما قبل الزواج، وأيضا اللي تم يدوب تم تشخيصهم يعني الحالات الجديدة. نعم، نحن دكتورة في البداية أيضا بداية حديثنا أو مقدمة البرنامج ذكرنا أن مركز الثلاسيميا يعني يتميز بأنه مركز متخصص، وأيضا البيئة المثالية اللي موجودة دكتورة بشرة في المركز، لو تحدثينا في هذا الجانب أيضا. طبعا احنا المركز تحت رعاية الدكتورة فتحية الخاجة، هي مديرة المركز، وعندنا الكادر الطبي وكادر التمريض، وعندنا أيضا المختبر، وعندنا أخصائية التغذية والأخصائية الاجتماعية، وكلهم يهتمون بمرضى الثلاسيميا والأنيميا المنجلية. أيضا عندنا الكادر الطبي، عندنا الدكاترة متخصصين بقسم الأطفال، وعندنا أيضا بالنسبة للكبار. نعم دكتورة بشرة، ذكرتي أنت في بداية الحديث بأن المركز يقدم خدمات للمصابين بمرض الثلاسيميا وأيضا لفقر الدم الأنيميا المنجلية، لو يعني دكتورة تخبرينا عن عدد المرضى المستفيدين من المركز، وأيضا كم مريض يحصل على النقل المستمر للدم، وأيضا يعني حابين نعرف الفئات العمرية اللي يخدمها المركز. أي بالنسبة لو ممكن أذكر لك إحصائيات العام، هي 2020 نعم. تقريبا عدد المرضى اللي زاروا المركز عشان موضوع عملية النقل الدم المستمر كان فوق 400 مريض، تقريبا 430 مريض. هذه فقط لموضوع نقل الدم المستمر اللي يكون تقريبا كل 3 إلى 5 أسابيع. بالنسبة للمرضى اللي كانوا يحضرون العيادات، خاصة عيادة أمراض الدم، تقريبا فوق 300 مريض. تقريبا عدد المرضى أو عدد زوار عيادة الاستشارات الوراثية، سواء كانت لما قبل الزواج أو للمرضى الجدد، كانوا تقريبا 95 مريض في سنة 2020. عدد المرضى فقط اللي هم مصابين بمرض الثلاسيميا العظمى اللي يحتاجون دم بشكل دوري عندنا في المركز تقريبا 350 مريض. نعم دكتورة، أنت ذكرتي أثناء حديثك عن أهمية الفحص ما قبل الزواج، طبعا هذا الفحص مهم دكتورة للمقبلين على الزواج، كيف يتم يعني إبلاغ الشخص يعني المقبل على الزواج إذا كانت النتيجة، لأن أكيد دكتورة في بعض الأحيان ممكن يكون الشخص مصاب بمرض الثلاسيميا أو في بعض الأحيان يكون حامل، فحابين يعني تعطينا فكرة عن أهمية أول شيء هذا الفحص، وأيضا من بعد يعني إذا كان الشخص حامل أو مصاب يعني شو الإجراءات اللي مفروض يتبعها. فحص ما قبل الزواج من الفحوصات الإجبارية لازم تصير، والمقبلين على الزواج يسوون الفحص بالعيادة الصحية. إذا شاف الدكتور هناك إنه هذيل الكابل أو هذيل المقبلين على الزواج في احتمالية إنه هم ينجبوا طفل مصاب بمرض الثلاسيميا أو الأنيميا المنجلية، فإنه يتم تحويلهم لعنا لمركز الثلاسيميا علشان الاستشارة الوراثية. الاستشارة الوراثية في عندنا في المركز، نقعد معاهم ونبدأ نتكلم عن احتمالية الإصابة أو احتمالية إنجاب طفل مصاب في مرض الثلاسيميا أو الأنيميا المنجلية في كل حمل، وشو طبيعة المرض وشو المضاعفات والمشاكل اللي بتصاحب الطفل، لأنه هو نهاية الثلاسيميا والأنيميا المنجلية هذا مرض مزمن يعني، بس يبدأ تشخيص المرض حيصاحبه طول عمره. فدائما نذكر لهم المشاكل والمضاعفات اللي تصاحب المرض أو مضاعفات الأدوية اللي حياخدها كعلاج للمرض. فكثير من تلاقي من المقبلين على الزواج تراجعوا عن فكرة يعني الزواج. الزواج من الطرف الآخر إذا كان في احتمالية أن يجيبه طفل يعاني بعدين. بس دكتورة هذا إذا كان يعني الطرفين مصابين بالمرض. لا، إذا كانوا الطرفين حاملين. حاملين للمرض، فيكون نسبة مثل ما ذكرتي نسبة إصابة يعني الطفل مصاب على كل حمل 25%. 25%. المفروض يعني ما تستمر عملية الزواج.
اي طبعا، لانه نعم. في كل اذا الطرفين مصابين اكيد حيكون في طفل مصاب صحيح بالثلاسيميا، صحيح لكن اذا هي الفكره يعني اعاده يعني نشر التوعيه للي هم حاملين، لانه في بعض صحيح لان الحامل للمرض ما يكون عنده اعراض المرض، نعم صحيح يكون شخص يعني طبيعي وما يحتاج له يعني متابعه في العياده ولا يحتاج ادويه، فهو ساعات يكتشف انه هو حامل لما يسوي تحليل او فحص ما قبل الزواج. صح. فاذا كان الطرف الاخر ايضا حامل لنفس المرض الثلاسيميا او الانيميا المنجليه، فمعناته في احتماليه انه يجيب طفل مصاب بنسبه 25% في كل حمل. في كل حمل، نعم. في كل حمل. فكثير من هذين الكابلز أول ما يكتشفوا هالموضوع ويشوفوا أنه في كمية معاناة حتكون بعد الزواج مع هذا الطفل المصاب وكيف حيعاني والمضاعفات والمشاكل اللي حتصاحبه، فتلاقي كثير منهم يتراجعوا عن هاي الفكرة. صحيح. هي. دكتورة، إذا كان طرف يعني شخص بس كان حامل للمرض، إيه إذا كان شخص واحد حامل المرض هل في نسبة ممكن يعني احتمالية إصابة الطفل إذا كان مثلا ما في يعني؟ لأن الشخص المصاب، لأنه أي شخص نصف جيناته تجي من الأم ونصف جيناته تجي من الأب، فإذا كان واحد من الطرفين من الأب والأم حامل المرض والثاني سليم، فمعناته ما في احتمالية أن الطفل يكون مصاب. نعم. ما في. دكتورة، شو النصائح اللي حابة توجهينها لأفراد المجتمع للوقاية من مرض الثلاسيميا؟ وأيضا ذكرتي جزء من أهمية الفحص الطبي قبل الزواج في هذا المجال أيضا. هي يمكن أكثر شيء شدد عليها هي أهمية فحص ما قبل الزواج وأهمية الاستشارة الوراثية، لأن تلاقي لأنه في النهاية إحنا من دورنا إن إحنا نعطيها الاستشارة الوراثية للمقبلين على الزواج، لكن تلاقي كثير منهم يكمل في مشروع الزواج. صحيح. فهم لأنهم يشوفوا إن هي نسبة بسيطة، مثلا 25% إنه في احتمالية نجيب طفل مصاب، لكن في نسبة 75% إنه أنا أجيب طفل سليم أو حامل مثلا. نعم. فهم يعني ممكن يعني يكملوا في مشروع الزواج وتلاقيهم بعد كم من شهر جايين وشايلين طفل مصاب. مصاب. نعم. فتبدأ بالمعاناة. فكثير مهمة إن الواحد ما يعني يتهاون بهاي النسبة 25%، لأنه مش شرط إذا مثلا أول طفل كان مصاب معناته خلاص الحمل الثاني والثالث حيكون طفل سليم أو حامل، لا، هي نسبة موجودة في كل حمل. نعم. شكرا لك دكتورة بشرى محمد جار الله، طبيب أخصائي أمراض الدم أطفال بهيئة الصحة بدبي، وإن شاء الله يعني أكيد بنخصص حلقات ثانية في برنامج صحة وسعادة للحديث عن خدمات هذا المركز والإنجازات. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. عفوا. شكرا. مستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل الصحة النفسية للمرأة، بتكون معايا عبر الهاتف الدكتورة كارولين نصار، معالجة الصحة النفسية بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. خلكم يانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا، دائما تتعرض المرأة للعديد من الضغوط النفسية بحكم طبيعتها ومسؤولياتها المختلفة في المجتمع، وأيضا من المعروف أن هناك بعض المشاكل النفسية التي قد تشعر بها المرأة أكثر من الرجل. بنتعرف أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا مع الدكتورة كارولين نصار، معالجة نفسية بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة كارولين، صبحت الله بالخير والعافية. هلا. مرحبا دكتورة، صباح الخير. صباح النور. الله يحييك، نحن سعداء الحقيقة وجودك معنا اليوم في برنامج
صحة وسعادة بهيئة صحة بدبي، والحديث اليوم عن الصحة النفسية للمرأة. نحن في بداية حديثنا ذكرنا دكتورة بأن المرأة تتعرض يعني للعديد من الضغوط النفسية بحكم طبيعتها وبحكم مسؤولياتها المختلفة في بيئتها وأيضا في المجتمع. حابين دكتورة يعني في البداية نعرف عن نتعرف على الخدمات النفسية اللي تقدمونها في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال. أكيد. صباح الخير. صباح النور دكتورة. نحن مثل ما حضرتك تفضلت، الخدمات اللي بنقدمها بمستشفى لطيفة، مثل ما اسم المستشفى بيقول مستشفى لطيفة للنساء والأطفال. صحيح. فعنا خدمات للنساء وعنا خدمات للأطفال. نحن فريق عمل من شخصين، يعني دكتورة أزهار هي بتعتني بالأطفال وأنا اللي بعتني بالنساء، وأكيد عنا نحن الشق الثاني اللي هو أنا بعتني فيه الموظفين. يمكن بصير لنا مرة تانية نحكي عن هالخدمة مفصلة أكثر. أكيد دكتورة بنخصص حلقة لهذا الموضوع. إن شاء الله إن شاء الله. من الخدمات اللي بنقدمها نحن للنساء بمستشفى لطيفة، عنا التقييم النفسي يلي هو جمع المعلومات عن الشخص لإجراء التشخيص، والتقييم النفسي هو إذا بدك المرحلة الأولى بالعلاج. صحيح. من بعد التقييم النفسي بيجي عنا إذا بدك التشخيص، مثل ما قلنا التشخيص اللي هو هدفه إنه نوصل نفهم الحالة بشكل كامل، نحدد نوع الاضطرابات مداها عمقها لتحديد الخطة العلاجية. أكيد. صحيح. دكتورة كيف يتم هنا عم تفضلي؟ لا إذا بتحب بس أنا تقلك شو هن الخدمات عم بسرد. تفضلي دكتورة. عنا الجلسات العلاجية، أوكي، اللي هي جلسات شخصية بين المريض والمعالج. أكيد المعالج هون بيستخدم الأساليب النفسية بهدف مساعدة المريض بالتأقلم، إنه يقدر يتغير ويتغلب على المشاكل أو الصعوبات. وآخر خدمة من الخدمات اللي بنقدمها اللي حابة أحكي عنها هي الاستشارات للفريق الطبي. يعني نحن بنحب بنسميها الهوليستيك أبروتش اللي هي نهج شامل. نعم. أوكي. كل الأطباء والمعالجين بيجتمعوا مع المريض أو من دون المريض أكيد، ولا يحكوا عن الحالة ولفهم الحالة أكثر من كل جوانبها ولتحديد خطة علاجية متكاملة تكون. صحيح. وهذا الجانب دكتورة الحقيقة يعني اللي يميز اليوم توجه هيئة الصحة بدبي وخططها يعني الاستراتيجية لإدارة حالة الإنسان أكثر من ما هو فقط علاج. فهذا جانب مهم دكتورة، لأن مرات ممكن الشخص يعني يكون عنده بعض الاضطرابات النفسية، وأيضا إذا لم يتم يعني معالجة هذا الشيء فاحتمال كبير أنه أيضا ما بيستفيد من البرنامج العلاجي. فالحقيقة يعني توجه جميل جدا يعني نحو العلاج المتكامل الشمولي، اللي هو دائما يكون يعني يؤخذ بعين الاعتبار الجانب العلاجي طبعا والتشخيصي، ومثل ما ذكرتي دكتورة كارولين الجانب النفسي والجانب الاجتماعي، بحيث انه يتم يعني إدارة الإنسان هذا من جميع الجوانب، وايضا تكون النتائج العلاجية افضل من اذا كانت هي فقط يعني من جانب علاجي فقط. صحيح. طبعا دكتورة كارولين أكيد هناك من خلال يعني هذا النوع من العلاج وهذا النوع من التكامل الشمولي في العلاج، هل هناك دكتورة تلاحظون في تحديات تواجهونها أو تواجهها المرأة؟ يعني خلنا نقول بحكم أن يعني مستشفى لطيفة للنساء والأطفال بالأخص المرأة الحامل والأمهات يعني خلال هاي المرحلة. أكيد. أنا رح أنطلق من اللي أنت تفضلت قلته، رح أنطلق من يعني إذا بدنا نحكي صحة نفسية، أوكي، ما أنا مجرد هي انعدام اضطرابات نفسية، لأنه وقت اللي نجي نحكي عن الصحة، الصحة النفسية هي جزء لا يتجزأ من الصحة عامة. صحيح. أوكي. فالصحة النفسية أكيد بتتأثر بكثير عوامل مثل ما حضرتك تفضلت، اجتماعية اقتصادية بيولوجية بيئية. إذا بدنا نحكي عن المرأة اليوم
والمرأة الحامل تحديداً والتحديات أكيد اللي بتواجهها، ما فينا نغض النظر عن التغييرات الهرمونية اللي بتصير بالحمل، وأكيد ما بعد الولادة بتضل معها للمرأة يعني لفترة معينة، وبعدها كمان نوصل للأمومة، وأكبر تحدي للأم الجديدة هي التوتر إذا بدك اللي بيرافقها هي وعم تربي طفلة أو هي عم تهتم بطفلة أو مولودة الجديد. هلا كثير من النساء مثل ما بنعرف بيواجهوا ضغوطات كثير كبيره، يعني المراه عم تواجه ضغوطات بالمجتمع وببيتها وين ما كان اذا بدك، فبتفرض عليها هدول المسؤوليات، يعني مسؤولياتها ان كان بالعمل او مسؤولياتها بالبيت، اهتمامها بالاطفال، الاهل مرات، غير إذا كانت المرأة عم تتعرض لسوء معاملة أو لقلق أو لقلة تقدير إذا بدنا، أو صعوبات بعلاقاتها مع الآخرين وتحديدا مع زوجها. صحيح. بدي أزيد بس نقطة بعد، حاليا نحن إجا يزيد علينا بعد أكثر على الأمهات، يعني خصوصا يلي عندهم أطفال بالمدارس، الدرس عن بعد يعني كمان. هذا نعم. بعد ضغط أكبر عليهم. صحيح. دكتورة كارولين، كيف يعني تشوفون أنتم اليوم قبول المرأة؟ يعني نحن دائما يعني نعرف بأن يعني الدعم النفسي أو المعالجة النفسية يعني تحتاج إلى أيضا قبول، أو إلى بعض المهارات اللي مفروض أن تكون تتوفر لدى الشخص، سواء المرأة أو الرجل أو حتى الطفل. فكيف تشوفون دكتور أنتم اليوم قبول المرأة وبتخصص يعني التخصصات المختلفة الموجودة في مستشفى لطيفة، يعني الخدمات المختلفة، وأيضا حاجة المرأة مثل ما ذكرتي دكتورة سواء كانت حامل أو غير حامل إلى يعني الاستشارات النفسية؟ هل هناك قبول من المرأة وكيف تشوفون التحديات دكتورة في هالموضوع؟ بصراحة نحن يعني أكثر وأكثر عم نشوف حقيقة تقبل وانفتاح يعني ومعرفة أكثر بهذا الموضوع. يمكن صحيح. قبل هذا الموضوع كان كثير شيء نخفي غير مقبول. صحيح. ولكن اليوم لا، يعني إذا بنطلع المرأة متعلمة، المرأة تشتغل، المرأة ما شاء الله بالإمارات شفنا قديش في دعم كثير كبير للمرأة يعني. صحيح. فهذا شيء أكيد أكيد يعني عم بيساعد المرأة أنها تكون إنسانة منفتحة أكثر وتطلب المساعدة النفسية، لأنه هي منا بس قصة علاج نفسي لاضطرابات نفسية، يعني ممكن دعم مثل ما حكينا عن الحمل والأمومة، أنه في أشياء كثير عوامل عم بتخلي المرأة تكون بتحدي، فيمكن دعم نفسي، ما عم نحكي عن علاج نفسي. صحيح. المرأة بتكون بحاجة له ونحن حاضرين لهذا الموضوع. صحيح. وهو أيضا دكتورة يعني جانب وقائي، يعني نحن المفروض أن دائما يكون هناك عند الإنسان هذا النوع من الثقافة، إذا شاف عنده بعض الاضطرابات يعني لا تتعلق يعني الجانب العلاجي، فمن المفروض أن أيضا تستشير طبيبتها إذا كانت طبيبة نساء ولا طبيبة يعني أمراض الأخرى، على أساس أن يتم أيضا يعني التوجيه الصحيح. صحيح 100%. نعم. لأن هناك دكتور أيضا الكثير من يعني ليست فقط يعني على جانب الأمراض النساء والولادة، حتى الأمراض الثانية دكتورة كارولين، مثلا الأمراض المزمنة يعني السكري أو الضغط أو ما شابه ذلك، دائما تكون هناك الجانب النفسي والاضطراب النفسي عند المريض بشكل مستمر، ويحتاج إلى من يعني يدعمه من الجانب النفسي أكثر يمكن من الجانب العلاجي. صحيح 100%. صحيح. نعم. دكتورة نتكلم معاك أيضا على يعني العوامل الوقاية من الإجهاد النفسي، وخلنا نركز في حديثنا اليوم عن المرأة. معلش بدي اتطرق لشوي موضوع اللي يعني قبل ما أوصل للعوامل الوقائية. خذي راحتك دكتورة. نحكي بس
مشكور. إذا فينا بس نحكي عن شوي أبرز المشاكل النفسية، لأنه نحن اليوم عم نحكي عن نعم مستشفى لطيفة وعن مرضانا اللي بمستشفى لطيفة. صحيح. فمن أبرز المشاكل النفسية حقيقة اللي منشوفها، إذا بدك هن اثنين أكثر شيء ممكن نشوفهم، اللي هن الاكتئاب والتوتر. أوكي، فالاكتئاب عامة بيتميز بالحزن، فقدان الاهتمام أو الفرح بالأشياء اللي كنا بالعادة نفرح نعملها، الشعور بالذنب، عدم تقدير الذات، مشاكل بالنوم، بالشهية، بالأكل، الشعور بالتعب، ضعف التركيز، التراجع بالأداء اليومي، مشاكل بعلاقاتنا الشخصية، وإلى يعني إلى آخره، يعني لنوصل بالأخير حتى لأفكار سوداء وانتحار. مثل ما بنعرف إنه بالحمل بيزيد أكيد خطر إذا بدك الإصابة بالاكتئاب. صحيح. قبل الولادة أو بعدها، يعني ما بالضروري بس بعد الولادة، في كمان ناس بتعاني من هذا الموضوع قبل الولادة، ومرات يعني تقدر تضل هيدي الحالة لسنة بعد الولادة. الأسباب هن نتيجة لمجموعة عوامل. يعني عنا أول أيام بعد الولادة بنشوف النساء بتعاني من شيء بنسميه كآبة النفس، وهي حالة مرتبطة بالتغيرات الهرمونية. أوكي، وهي حالة غير الاكتئاب اللي بدي كمان هلأ أوضحه. بنشوف صعوبة الأم بالتكيف شوي مع الحمل أو مع الطفل المولود الجديد، هيدا يعني ما بياخد هالوقت الطويل إذا بدك. صحيح. عادة بيجي ما بعد الولادة بس، بينما الاكتئاب يلي عم نحكي عنه يلي ممكن يكون قبل أو بعد الولادة ممكن يبلش يبين معنا أكثر خلال شهر أو شهرين بعد الولادة إذا بدك أكثر. بتشعر المرأة هونيك أكثر بالذنب تجاه طفلة ما عم تقدر تحمله، يعني كانوا توقعاتها غير كليا، يعني ناطرة تفرح بالمولود، اليوم هي حزينة ما قدرت تفهم شو عم بيصير معها. مرات بتحس بعدم القرب من طفلة، بتشعر بصعوبة إنه تفهم حقيقة احتياجات طفلة، حتى يعني منشوف الرغبة بتجنب الآخرين، مرات الشعور باليأس إنه خلص الأشياء هيك رح تتم، ما رح تتغير، ما رح تتحسن. صحيح. وهون منشوف حقيقة إنه الأم في نقطة كتير مهمة، بتخجل تحكي بهالموضوع. صحيح. أوكي، وبتواجه كل هالأمور اللي عم بحكي عنها اللي هي كتير كبيرة وكتير صعبة، مع نفسها كلها بتواجهها لحالها. صحيح. وهذا الشيء حقيقة كتير يعني كتير صعب لأم بعد مولدة أنها تكون عم بتواجه هيك موضوع. اليوم بدنا نقول لكل أم عم تشعر بهالشيء أنه ما فات الأوان، طلب المساعدة ممكن، أوكي، حتى ولو عانيتي من الاكتئاب لفترة، ممكن إن يعني ممكن تكون صار لفترة، بس إنك تطلب المساعدة هذا شيء كتير منيح لإلك، وإنك تتحسني هذا شيء أكيد رح تتحسني إذا طلبت المساعدة. صحيح. وأيضا دكتورة، يعني هناك مثل ما ذكرتي أنت، إذا الشخص حس أن عنده يعني أي نوع من أنواع الاكتئاب، ومثل ما نعرف نحن أيضا الاكتئاب درجات تختلف من مستوى إلى مستوى، فكيف دكتورة تنصحين المرأة؟ يعني هل ممكن المرأة أنها تتعامل مع هاي مرحلة الاكتئاب مع نفسها، والدعم اللي تحصله سواء من الزوج أو من الأسرة أو من الصديقات، أو دكتورة أنت تنصحين بأن المرأة إذا عندها هاي النوع من الاضطرابات في موضوع الاكتئاب الأفضل أن تلجأ إلى شخص متخصص أو مرشد نفسي؟ أكيد بنطلب من الأم أن أول شغلة تهتم بنفسها. الاهتمام بالنفس هو منه أنانية أبدا، لأنه الأم اللي مرتاحة مبسوطة بصحة نفسية وجسدية رح هذا الشيء ينعكس على أولادها وعلى بيتها كله. فحقيقة نطلب من الأم أن تهتم بنفسها بشكل روتيني، بأكلها الصحي،
بالنوم، بأنها تعمل رياضة، تعمل جلسات استرخاء، تأمل. يعني هيدا كله حقيقة رح يساعدها تعمل إشي هي بتحبه، بتخليها تحس حالها مرتاحة ومبسوطة. يعني هلأ يعني طلب المساعدة أكيد نحن من إلا للأم اليوم، إنه خصوصا لأول مرة أم، أوكي؟ أغلب الأمات لأول مرة بيكونوا أم بحسوا حالهم هن اليوم بدهم يثبتوا إنه هن أمهات على المستوى، أوكي؟ وإنه هن أمهات رح يعرفوا يعملوا الأشياء لوحدهم. نحن معنا أدنى شك إنه أي أم هي رح تكون أحسن أم لطفلة، ولكن بهالحالات من بعد الولادة وتعب الولادة والحمل مش غلط نطلب المساعدة من اللي حوالينا. صحيح. يهتموا فينا وبطفلنا، وهذا الشيء كتير بيساعد الأمات إنهم يتخطوا هدول الأزمات. يعني لأنه حقيقة الأمات مرات بحسوا لا بدي أثبت حالي إني أنا قادر كون أنا عم بعمل الأشياء بنفسي. صحيح. هلا عندي نقطة بعد اللي هي نقطة كتير مهمة أنا بالنسبة لي بصراحة، دور الأب. الزوج عنده أكيد الزوج يلي هو أب الطفل. صحيح. المولود. دور الزوج كتير مهم، كتير مهم. هلا أولا رح أطلب من الأب الجديد، أوكي، أول شيء إنه يأخذ وقت لنفسه لا يستعد لرجعة الأم والطفل على البيت. صحيح. لأنه رح يكون هو شخص عم بيدعم قد ما في الأم لحتى تقوم بمهامة. بطلب من الأب أنه يكون داعم هادي قد ما بيقدر، يخصص وقت ليسمع لزوجته، يقعد يحكي هو وزوجته، يسمع له، يساعدها بالبيت، يساعدها بالاهتمام بالأولاد، بالمولود الجديد، يقوم معها بالليل إذا قدر حقيقة فهي تقدر تحصل راحة ونوم، إنه يحاول يقلل يمكن من زيارات الأصحاب والأقارب بهالفترة، يجرب قد ما فيه يخليها تكون مرتاحة، يحاول قد ما بيقدر يعني. صحيح. إنه يخلي البيت هادي ورايق يعني. وما بعد إذا فيني أولى، بس إذا بيقدر حقيقة يأخذ إجازة ويكون مع الأم بأول فترة، حقيقة هذا الشيء رح يساعد الأم إنها تحس حالها إن هي منا وحيدة، منا لوحدها. صحيح. ونحن أكيد نحن بالعيادات بنشوف قديش حقيقة أهمية دور الأب والأم اللي مرتاحة وقادرة تقوم بعملها بشكل هيك مريح، هي عن جد دايما بتكون أغلب الأوقات مدعومة من الزوج. نعم. دكتورة كارولين، طبعا ذكرتي أنت حديثك اليوم الحقيقة شيق عن هذا الموضوع، ونتمنى إن شاء الله نحن في الحلقات القادمة أيضا نتطرق إلى يعني جوانب أخرى. تكلمتي عن دور الأب أو الزوج، فخلنا دكتورة في آخر يمكن دقيقة نختم في دور ودعم الأسرة وتعزيز الصحة النفسية للمرأة بشكل سريع. أكيد يعني الأسرة لها دور كتير كبير إنها تكون حد المرأة. أكيد قد ما فينا نحس أو نسمع لها، ما نفرض عليها الأشياء، لأنه بالنهاية كمان هي بمرحلة جديدة وبدها شوي شوي لتقدر تتأقلم. أنا عندي يعني عندي مثل نداء صغير بدي أقوله بالأخير، إنه إذا المرأة أو اللي حواليها حسوا إنها بحاجة لمساعدة ما يترددوا بطلب الدعم. حقيقة في أخصائيين لهيدا الموضوع، لأنه المعالجة حقيقة والتدخل السريع دايما بيعطينا نتائج. والخدمات متوفرة دكتورة كارولين، يعني الحقيقة الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي للمرأة الحامل وصحة المرأة وصحة الطفل وقبل الموضوع الحمل، قبل التخطيط للحمل وأثناء الحمل وبعد الحمل، كلها خدمات متوفرة. ولكن مثل ما ذكرتي الشخص اللي أو المرأة اللي تحس نفسها تحتاج إلى دعم علاجي، دعم طبي، دعم نفسي متوفر الحمد لله.
دكتورة كارولين، حقيقة سعداء جدا، حديث جميل، وأنا متأكد إن شاء الله أنه بنخلي بعد أيضا مواضيع ثانية إن شاء الله خلال الحلقات الثانية حول هذا الموضوع، ونتمنى إن شاء الله أيضا أن نركز أيضا على الجانب النفسي للرجل خلال الحلقات القادمة إن شاء الله. شكرا لك دكتورة كارولين نصار، معالجة نفسية بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال بهيئة الصحة بدبي. الله يخليك. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى إن شاء الله أن قدمنا لكم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، وكان في الإخراج معنا الأستاذ وائل قواسمة، وتقبلوا تحياتي عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.